عاقبت محكمة إكوادورية رئيس اتحاد كرة القدم السابق في البلاد بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بتهم فساد مرتبطة بقضايا الفساد التي هزت الاتحاد الدولي للعبة فيفا العام الماضي، حيث أدين لويس تشيريبوغا البالغ من العمر 70 عاما ومسؤولون آخرون بتهم غسل الأموال على خلفية تمرير نحو 6.1 مليون دولار بصورة غير قانونية عبر اتحاد الإكوادور لكرة القدم.